السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة اليوتيوب. حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وبإذن الله مفيدة، ألا وهي إن شاء الله حلقة في غاية الأهمية. خدوا بالكم يا جماعة، الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي حلقة بتتكلم عن درس اسمه الإقلاب. طبعا انا عارف طلبتي اول ما يسمعوا العنوان ده يقول لك بس كده عارفين كله تمام. لا لا لا، في حاجات النهارده جديده هقولها في الاقلاب. النهارده ما تنساش ان في اللينك اسفل الفيديو هينزل لك الملف ده، تحمله PDF وان شاء الله طلباتكم اوامر باذن الله. ما ننساش ان الملف هيبقى موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو. اولا لو حد يعني في ناس متابعاني مش معانا في ولا في المنصه ولا بالسنتر، يقول لك ايه الاقلاب ده؟ حبيب قلبي الاقلاب ده من اسمه اقلاب، هنقلب. حبيب قلبي الطبيعي للجمله ان هنبدا بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول، ده الطبيعي. اكتب بقى عنوان الحلقه الاقلاب، ده الطبيعي، ده الطبيعي، فاعل فعل مفعول. احنا بقى هنقلب الكلام. الدرس النهارده بيتكلم بيقول عن الاقلاب، يعني هنقلب. بما نبدا بفاعل فعل هنجيب الفعل ثم الفاعل. امتى بقى نستخدم الاقلاب؟ ها، على بركه الله ويلا نبدا. واكتب عنوان الحلقه في الاجنده بتاعتك الاقلاب in English inversion. inversion حبايبي اللي هو الاقلاب. يحدث الاقلاب في الجمله التي بعد الرابط مباشره. في مجموعة روابط لما نشوفها نجيب بعدها الإقلاب مباشرة. هنجيب الإقلاب صيغته كالآتي، هنكتب فعل مساعد. يلا يا شباب، صيغة الإقلاب فعل مساعد زائد فاعل زائد فعل الأساسي. صيغة الإقلاب اللي هي بالبلدي صيغة السؤال، فعل مساعد فاعل فعل. خلاص يا شباب. طيب الإقلاب ده نوعين بقى. ايوه، دي المعلومه دي جديده بقى على الطلبه كلها، حتى طلبتنا بقى. الاقلاب ده نوعين بقى. ايه هما النوعين؟ واحد، يحدث الاقلاب في الجمله الاولى اذا بدانا بهذه الروابط. اذا بدانا بهذه الروابط اللي هقول لك عليها دلوقتي، هات اقلاب في الجمله اللي بعديها على طول. ها؟ لان اي رابط طبيعي بيربط بين جملتين. هنجيب الاقلاب بعد الجمله في الجمله الاولى بعد الرابط على طول لو جت هذه الروابط. يبقى عندي هنا يحدث الاقلاب في الجمل، تمام، في الجمله اللي بدات ببعض الظروف الداله على النفي او العبارات الظرفيه التاليه. يبقى في مجموعه ظروف، في مجموعه روابط، لو بدانا بيها نجيب بعديها اقلاب من الجمله الاولى. ها؟ من الجمله الاولى، لو بيبقوا جملتين احنا هنشتغل على الجمله الاولى. يلا كده، اول عندي ظرف او رابط لو بدانا بيه نجيب بعديه صيغه اقلاب، هاردلي. حبايبي هاردلي had I got. أنا قلت had I got. حبايبي هل قلت I had got؟ لا، أنا قلت had I got. إقلاب يا جماعة، إقلاب يا جماعة، inversion. حبايبي الحلوين، هاردلي had I got وأكمل جملتي عادي. يبقى جاءت صيغة الإقلاب بعد هاردلي من الجملة التي بعد هاردلي مباشرة. قيس على ذلك never seldom rarely over، تمام، only then not only but also no sooner scarcely only later nowhere little. هذه الروابط لو جاءت اول الكلام ياتي بعدها صيغه سؤال او اقلاب. هل مثال never had she seen؟ ما قلتش she had seen، قلت had she seen. seldom do we see؟ ما قلتش we see، جبت فعل مساعد ثم فاعل ثم فعل. rarely will you hear؟ ما قلتش you will، قلت will you. only then، ايه رايك جديده دي صح؟ only then جديده دي. did I understand؟ ما قلتش I understood. فعل مساعد فاعل فعل، عشان خاطر ربنا يا جماعه خدوا بالكم من الحلقه دي جامد. not only does he love؟ ما قلتش he loves. مش ملاحظين حاجه؟ إن صيغة السؤال جاية في الجملة الأولى، ولما بنكمل بجملة تانية، لا، إحنا صيغة السؤال في الجملة الأولى بس. هذه الروابط لو بدأنا بيها نجيب بعدها صيغة سؤال من الجملة الأولى بس. من الجملة الأولى بس. حبايبي
طيب الحلوين ثم ننتقل الى المسونر scarcely on later nowhere little only in this way حاجات جديدة خلي بالك in no way حبايبي طبعا on no account لو تلاحظ كلهم صيغة اقلاب ها should you do ما قلتش you should do حبايبي قلت do I agree ما قلتش I agree ركز ها ما قلتش طبعا could ما قلتش John could قلت could John earn little ما قلتش did ما قلتش he knew قلت did he know خد بالك يا جماعة إذا جاءت هذه الروابط أول الكلام يأتي بعدها صيغة اقلاب من الجملة الأولى من الجملة الأولى من الجملة الأولى أما بقى في مجموعة روابط تانية لو شفناها وهنعمل بعدها اقلاب يبقى من الجملة التانية إيه رأيكم معلومات جديدة ومهمة جدا وبحبكم وهينزل الكلام ده في اللينك في الديسكريبشن حبايبي الحلوين ايه الروابط التانية بقى اللي هنشتغل على الجزء التاني عندك الرابط not until not since only after only when only by only by لو تلاحظ بقى دول هيجي بعديهم صيغة اقلاب في الجزء التاني حبايبي الحلوين not until not until I saw John with my own eyes شوف بقى الجزء التاني did I really believe ما قلتش I believed ما قلتش I believed خد بالك حبايبي الحلوين not since Lucy left college شوف had she had ما قلتش she had had الاقلاب تم في الجزء التاني only after I had seen her did I understand ما قلتش I understood ما قلتش I understood الاقلاب تم في الجملة التانية صيغة السؤال في الجملة التانية مع هذه الروابط only when we had arrived home did I feel ما قلتش الجزء التاني I felt حبايبي الحلوين خد بالك الكلام ده خطير جدا only by working extremely hard could we afford قلت could we ما قلتش we could حبايبي الحلوين حلو طبعا فعل afford يقدر ماديا يقدر ماديا بيجي بعد تو والمصدر هسمعك بقى معلومه في منتهى الخطوره في رابط اخدناه قبل كده so adjective that اللي هو معناه جدا لدرجه ان جدا لدرجه ان عارفين الرابط ده جدا لدرجه ان بيجي مع صفه في النص على طول كده او حال يعني مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول لك the girl البنت was so beautiful that beautiful that حبايبي nobody could talk of anything else البنت دي جميله جدا ما حدش قادر يتكلم على جمالها لو انا بقى the girl was so beautiful حبايبي that لو عايز ابدا بسو نفسها هجيب الصفه واجيب بعدها صيغه اقلاب يلا نشوف so beautiful لما اقول the girl was اقول was the girl حبايبي الحبيب so beautiful was the girl that وكمل يا شباب الرابط so والصفة ذات أو سو والحال وذات ممكن لو أنا بدأت بسو أجيب بعدها صفة وأجيب بعدها صيغة إقلاب فبقول so beautiful was the girl ما أقولش the girl was تاني يا شباب الرابط أهو the girl was so a beautiful that nobody could بدأت بسو وأجيب بعدها الصفة أو الحال ثم صيغة إقلاب يبقى نكتب الملحوظة إذا بدأنا بسو بالرابط so that لو بدأنا بسو نقط that لو بدأنا بهذا الرابط يأتي بعده صفة أو حال ثم صيغة إقلاب يعني هيبقى نص القاعدة so صفة adjective أو adverb صفة أو حال ثم فعل مساعد ثم فاعل وكمل بذات يلا ناخد مثال so delicious was the food تاني so delicious بدأت بـ بسو جبت وراء الصفة والحال ثم صيغة سؤال was the food ولا the food was the food لازم يبقى فيه إقلاب حبايبي خد بالك إن الجملة الطبيعية كانت the food was so delicious الطعام كان لذيذ لدرجة إن كلنا أكلناه لحد آخر قطمة معايا ولا لأ؟ ولكن لو أنا حبيت أبدأ بسو هجيب سو واجيب delicious وبعد كده food was تبقى was the food اهو يبقى so delicious was the food واكمل that we ate every last bite حبايبي الحلوين بحبكم جدا 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 والحلقه دي
حلقة مش من مدرس لطلبة، دي حلقة من حد بيحب حد. بحبكم جدا، بالتوفيق ان شاء الله. ما تنسوش تحملوها PDF اسفل الفيديو ان شاء الله، وده هيفيدكم جدا الكلام ده. حبايب حلوين، ما تنساش ادعي لي وادعي لك. ابدا بنفسي، ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله، من مدرس بيحب كل متابعيه، وربنا يكرمكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.